السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة جايين نتكلم عن يعني حاجة كده هتساعدك في زيادة انتاج البيض وببلاش، يعني زيادة انتاج البيض ببلاش فعلا من غير ما تصرف قرش. واحد هيقول لي انت جاي تضحك علينا ولا ايه، وفي حاجة ببلاش في الزمن ده؟ في حاجات ببلاش، وللأسف الحاجات دي احنا مش بنستغلها. مش بنستغل ازاي ممكن نزود انتاج البيض باشياء غير مكلفة بالمرة، مش رخيصة، لا هي فعلا من غير ما تدفع فيها قرش، مش هتدفع فيها قرش واحد. طيب ايه الحاجة دي اللي بتزود انتاج البيض وهي مجانية؟ ده موضوعنا النهاردة، هنتكلم عنه بالتفصيل. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نكون عارفين كويس قوي انه في حاجات احنا ممكن نستفيد بيها وبنرميها، يعني حاجات بتبقى قدامنا وممكن نستفيد بيها ونقدمها للطيور وللأسف بنرميها. والحاجة اللي جاي اكلمك عنها النهاردة دي محدش اتكلم عنها قبل كده، واحنا ما اتكلمناش عنها قبل كده على القناة بتاعتنا. ايه الحاجة دي وايه فوائدها؟ فوائدها بمنتهى البساطة ان هي غنية بالفيتامينات المختلفة، غنية جدا بالفيتامينات المختلفة. يعني هقول لك فيها فيتامينات ايه. فيها فيتامين الف، ده مهم لصحة عيون الطائر وبيقلل فرص الاصابة بالسرطان او فساد او تلف الخلايا عند الطائر، وبيعزز صحة الجهاز المناعي عند الطائر وبشرة الطائر وخلايا الطائر، تمام، وبيقوي عظام الطائر. في فيتامين سي، ده بيقلل من التوتر واعراض الاصابه بنزله البرد، وبيخفض من خطر الاصابه بالسكته القلبيه المفاجئه بالنسبه للطائر، تمام، وبيخلي الطائر يفضل صغير في السن وما يتقدمش بالعمر، ويفضل عنده قدره على الانتاج فتره طويله. كذلك برضو في فيتامين ياء. فيتامين ياء ده بيعزز صحة ايه؟ صحة الجهاز المناعي وبيخليه اقوى، وبيحمي قلب الطائر من الامراض، وبيقلل طبعا فرص الاصابة بالامراض المختلفة اللي بتتعلق بضغط الدم او بالقلب، تمام؟ كذلك برضو من فوائد هذه الاضافة اللي ببلاش خالص وهي فوائدها كتيرة، ان هي مليانة بمضادات الاكسدة. مضادات الاكسدة دي بتعزز صحة القلب وبتخلي عمر الطائر اطول، وبتحرق الدهون وبتخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في جسم الطائر. يعني فوائد متشعبة، فوائد متشعبة في بند واحد بس، ان هو فيه مضادات اكسدة. كذلك برضو الحاجة اللي ببلاش دي فيها مضادات بكتيريا. في دراسات علمية اكدت ان قشور الثوم بتعمل كمضاد للبكتيريا، تمام، قشور الثوم بتعمل كمضاد للبكتيريا وبتساعد في القضاء على البكتيريا، خاصة طبعا في حال اضافته للطعام بتاع الطائر بصفة شبه متكررة لحد ما ننظف جسم الطائر، تمام. انا جاي اكلمك عن حاجة بتترمي، وبعض الناس بتقول ان هي بتجيب الفقر، يعني في بعض العادات كده والتقاليد تقول ان قشر الثوم كده بيجيب الفقر او نحس، يعني في قول الاثر نحس، لكن ده مش حقيقي خالص. وفي الاول وفي الاخر انت هتقدمها كاكله بالنسبه للطائر بتاعك، وهتفيد الطائر بتاعك بشكل كبير جدا جدا جدا. برضو بيعالج المشاكل الجلديه، ممكن تستخدم او قشور الثوم في علاج الاصابه بمشكله ايه، بمشكله الجروح او الكدمات المستمرة، الحكة او المشاكل الفطرية والحشرات اللي بتصيب الطائر، لان برضو قشور الثوم فيها مضادات للفطريات، تمام، فيها مضادات للفطريات. طيب ممكن نستخدم قشور الثوم بطرق مختلفة، في طرق مختلفة لاستخدام هذه القشور، وكلهم هيبقوا مناسبين للطيور بتاعتك. بس قبل ما اقول لك طرق استخدام قشور الثوم، لازم اقول لك على فايدة مهمة جدا 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 بيساهم فيها قشر الثوم، وهي زيادة الانتاج.
يعني لك أن تتخيل أن دي حاجة يعني ببلاش. دايما أنت لما بتيجي تقشر التوم بتمسك القشر ده وترميه، صح؟ تاخد قشر التوم ده وترميه، بس أنت مش واخد بالك أنه القشر ده اللي أنت بترميه فايدة ونعمة كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، يعني كان عنده القدرة ان هو يخلق التوم من غير قشر عادي، بس هو ما عملش كده. والقشر ده مش وظيفته بس ان هو يحمي حبة التوم او ثمرة التوم جوه، لا لا خالص، مش دي بس فايدته الوحيدة. دايما 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 بيبقى فيه فايدة لكل قشر متواجد في الخضروات والفاكهة بشكل عام، كل قشر له فايدة، بس تبحث بقى وراه وتشوف، شوف التجارب العلمية بتثبت ايه. والتجارب والبحوثات العلمية اكدت انه قشر التوم فيه فوائد كتيرة جدا جدا جدا، بغض النظر عن الطريقة اللي هتقدمه بيها، هو هيكون مؤثر في القطيع بتاعك وهيساعد بشكل كبير جدا في تعزيز الانتاج وتعزيز صحة الطيور وزيادة يعني زيادة مناعة الطيور وحماية الطيور من أمراض كتيرة جدا، على رأسها طبعا البرد أو عسر الهضم أو ضعف الدورة الدموية أو ضعف المناعة وكل الأمراض دي. في ثلاث طرق ممكن تقدمهم تقدم بيهم قشر التوم. ممكن تضيفه للمية بتاعة إيه؟ بتاعة الشرب. هتجيب قشر التوم ده وتغليه وتاخد الخلاصة بتاعته تضيفها لمية الشرب، ده يدي طبعا فايدة كبيرة جدا للطيور بتاعتنا. وانا بكلمك عن اوراق التوم كمان، مش بس قشر التوم اللي هو يعني بيبقى فيه كده ايه، راس التوم بيبقى طالع منها فروع، تمام؟ الفروع دي او اوراق التوم برضو مش بس القشر، بيبقى ليها فايدة كبيرة جدا لو تغليها وتاخد منها الخلاصة بتاعتها تحطها على السقاية، هتكون مفيدة جدا بالنسبة للطيور. في طريقة تقديم تانية لقشر التوم ان هي تتقدم محمصة، يعني هتتحمص كده في الفرن، تمام، على نار هاديه جدا، اوعى تتحرق منك، بس على نار هاديه جدا جدا، او تتحمص في وعاء، تمام، وعاء من غير ما تضيف زيوت ولا اي حاجه، لا تحمصها في وعاء وتقدمها للطيور مختلطه بالطعام، تمام، تخلطها بالطعام بعد ما بتحمصها. حلو. وفي ناس بتستخدم التوم باكتر من طريقه، لكن انا حبيت اقول لك ايه، اقول لك الطرق الانسب اللي هتفيدك انت كمربي طيور. وصدقني لما تستخدم قشور التوم في القطيع بتاعك هتشوف بنفسك قد ايه التاثير كبير على الانتاج. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.